هذا الصعود صعود الأم هو درجة ممتازة، ما جاء إلا عن طريق ناس ضحوا وبذلوا جهود كبيرة من بداية الموسم حتى نهاية البداية من مجلس الإدارة وشوف الفريق وإدارة الفريق والعاملين مع الفريق واللاعبين قدام لمدرب الفريق، كل هذه الأشخاص لهم دور كبير في توصيل الفريق لما هو عليه الآن ورجوعه إلى مصاف نادي ممتاز. تكون هذه السنة القادمة سنة الثبات إلينا إن شاء الله، ألعاب القوة وسنة إن شاء الله أفضل 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 حتى نتبع أقدامنا في الدرجة الممتازة إن شاء الله. ألف شكر للجميع وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. لكن الحمد لله احنا ابطال من غير صحافه. طبعا هذا التتويج وهذا الاحتفال احنا ننظر له يعني بعين كبيره فعلا، يعني مو مهم انه يعني وش حصلنا من التكريم ولا كفاية أهل البلد حسين أنهم وقفوا ويانا لو لأول مرة في تاريخ النادي، وهذه شيء يشكر عليه جميع من ساهم في هذا الاحتفال. على العموم لازم يقوم بدور، يعني كل واحد لازم يعطي شيء للفريق، هذا فريق جامد، هذا فريق يعني ما هو حق إنسان ولا هذا فريق المنطقة، يعني كل واحد من المنطقة يقدر يعطي لمسة باش الأمور تكون أحسن، يعني ولو إنسان إذا يجي بس بضحكة يقدر يشجع، بس أن إحنا بعض الأحيان نشوفه دائما كي اللاعب ينجح الناس كل شيء يتكلمون، بس إذا صار له إصابة ولا صار له مشكل يعني ولا واحد هنا مشكل، اللاعب اللي صار له شيء ولا صار له مشكل المفروض الأهالي هم يرجعوه يقولوا لا ما تزعل ان شاء الله قدام، لان اللاعب داخل اكثر خسران، فهمت؟ يعني كي يكون مشاكل كذا هي اللي لازم الاهالي يقوموا بالدور نتاعهم، لان الشباب هذا رايحين يمثلوا النادي اللي ينتمي للمنطقه هذه، يعني اذا يبقي نتائج هي منطقه سناء بس اللي ناجحه في هذه الانسان مجيد عادل سعود عزيز ناصري كلها تساهموا في انشاء الفريق الشاب الصغير، وان شاء الله يزيدوا يساعدونا اكثر ونطالبوهم بهذا الشيء لانه فريقهم، احنا جينا باش نساعدوا بس، والانسان هم فريقهم لازم يقوموا به، ونطلبوا منهم يكونوا في اداره ولا في المجال التقني. ثانيا نشكر جزيل الشكر الاداريين منهم استاذ حسن وابو فهد اللي بصراحه دونهم ثاني الامور ما كانت راح تمشي كما لازم، يعني صاهرين وسامحين في عائلتهم وسامحين في الاهالي تاعهم وعلى طول مع اللعيبه وعلى طول مع ثالثا نشكر المشرف حقنا ما قصر، وكل مرة في مشاكل يعني ندعي وهو لا يقصر معنا يعطي الصحة، وآخر شيء مجلس إدارة هو قائم على النادي على رأسه رئيس النادي أبو جوال، ونشكر الرعاة نشكر مع الناس اللي دعموا سواء ماديا سواء معنويا، وهذا هو اللي يبغاو ونهديو النتائج هذه الأهل سلامة وشكرا.